اللهم بارك في شيخنا واجزه عنا خيرا وبارك فيه وأطل عمره على طاعتك. طاعة الله جميعا رب السمعين والسماعات. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في تبليغ العلم. وسأتي قول الرسول عليه الصلاة والسلام في محله: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وسأتي قوله عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فتبليغ العلم نوع من أنواع الدلالة على الخير، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، أو له مثل أجر فاعله. وهنا قد تثار مسألة: إذا كان الشخص ضعف عن العمل بما سيبلغه للناس، هل يبلغ أيضا أو لا يبلغ؟ بمعنى إذا كان الشخص يعجز عن قيام الليل، أو يعجز عن قيام النفل، أو يعجز عن صيام النفل عفوا، فهل له أن يحث الناس على ذلك مع عدم عمله بذلك لعجزه؟ نعم له ذلك، نعم له ذلك، لأن المانع له ربي يعلمه وقد رخص الله له، فلا مانع، بل يستحب أيضا تبليغ العلم وإن عجزت أنت عن العمل بهذا العلم، وإن عجزت عن العمل بهذا العلم. أما المستخف لا، إن المستخف بالعلم ويبلغه، الله قال في كتابه الكريم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإذا كان يتعمد الاستخفاف بحدود الله وأوامر الله ويبلغها، فتلك صفة نفاق: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. أما إذا كان أعجزه عذر فوق طاقته فلا بأس بالتعليم، ويستحب التعليم لأنه دلالة على الخير، والله أعلم. فإذا لتبليغ العلم فقه، وإذا بلغت فأنت مثاب. والله قال أيضا في هذا الباب: وذكر. تذكر بماذا؟ فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تفضل يا شيخ. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وهو عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، من الشيوخ الذين أكثر البخاري من الإخراج لهم رحمة الله تعالى عليه. قال: حدثني الليث. وهو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري. قال الشافعي رحمه الله، مع أنه من تلاميذ الإمام مالك أعني الشافعية، لكن كان يقول الليث أفقه من مالك، إلا أن الليث لم يكن له أصحاب يقومون به كما قام أصحاب مالك بمالك. يعني أصحاب مالك اهتموا بعلمه، اهتموا بتراثه، اهتموا بكتبه، نشروها، و يعني أيدتهم السلطات في زمانهم على ذلك. أما الليث بن سعد فلم يكن له أصحاب يقومون به. وأعيد التذكير بأنه عالم مصر ومفتيها في زمانه، وقد حسده الحساد ووشوا به إلى أمير البلاد، فقال قائلهم في رسالة سيئة له للأمير، منه للأمير، يقول لعبد الله: عبد الله عندي، يعني يقصد لعبد الله الأمير، لعبد الله: عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي. أمير المؤمنين تلافى مصر، فإن أميرها ليس ابن سعد. لم تعد أنت تصبح الأمير
البساط سحب من تحت قدميك وسيتجه لمن؟ لليث بن سعد. هذا التحري والتثبت ما زادته هذه الرسالة إلا رفعة. قال العلماء: ولم يوجب الله عليه زكاة في ماله مع كثرة أمواله، لأنه لم يكن يأتي عليه الحول، كان يخرجها لله سبحانه وتعالى قبل أن يحول عليها الحول مع كثرة الدخول له من الأموال، والله تعالى أعلى وأعلم. ألف الحافظ ابن حجر كتابا سماه الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية. وهنالك ليث بن أبي سليم آخر لم يخرج له البخاري، وأخرج له مسلم في المتابعات، وليث بن أبي سليم وهو ضعيف. تفضل. قال: حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم. عندك المقبري ولا سعيد آخر؟ سعيد بن أبي سعيد. نعم المقبري. نعم نعم. قيل عنه سعيد المقبري لأنه كان يسكن قريبا من المقابر. نعم. قال: إذن لي أيها الأمير. من القائل؟ عمرو بن شريح. أبو شريح. أبو شريح. عمرو بن سعيد. أبو شريح. نعم. رضي الله عنه. رضي الله. قال لمن؟ أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة. عمر بن سعيد أمير أموي المعروف بالأشدق، وكانت سيرته سيئة، كان ظالما مبيرا من أمراء الظلم من بني أمية، كان ظالما، وكان يجهز الجيوش ليرسلها من الشام لضرب عبد الله بن الزبير وقتله في مكة، فوعظه أبو شريح وعظه وذكره، فتلطف في الكلام فقال: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا. تفضل. قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. اقرأ الكلمة الجملة. قال: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. يعني بعد يوم فتح مكة، قل أنا أذكر لك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قام به ثاني يوم من فتح مكة. سمعته أذناي ووعاه قلبي. سمعته أذناي يعني ليس بواسطة أحد، أنا بنفسي سمعته بأذني وقلبي كان له كالوعاء، حفظته في قلبي. وأبصرته عيناي حين تكلم. يعني ذكر الحواس الثلاث: القلب والعين والأذن. نعم. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: الرسول حمد الله وأثنى عليه. نعم. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. يلوم الناس على تحريمهم لعدم تحريمهم لمكة. نعم. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة. يعني لا تقطع حتى العود من الشجرة لا تقطعه. نعم. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: طيب الرسول قاتل. نعم. فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. يعني الله أذن للرسول ساعة الفتح ثم رجعت. نعم. ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. نعم. وليبلغ الشاهد الغايب. هذا الشاهد من الكلام أن الرسول قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب. نعم. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال، يقول: ماذا قال عمرو بن سعيد الأزدق هذا لما أنت ذكرته بهذا الحديث؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيد. أبسط أشياء يقولها أمراء الظلم: أنا أعرف عنك. مروان بن الحكم يقول: يا أبا سعيد أنا أعرف منك. كل واحد يقول للناس كده من هم تحت: أنا أعلم منك، أنا أعلم منك بهذا. قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح. لا يعيد عاصيا
ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قل حرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، يعني سرق سرق وراح الحرم، ماذا نفعل به؟ هل نقتله في الحرم؟ لا أبدا، هو الصحيح أنه يضيق عليه حتى يخرج، يضيق عليه من في تعاملات الناس، يهملون التعامل معه، يهجرونه، يضطروه إلى الخروج. أما إذا قتل هو في الحرم نفسه فالله قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب، طبعا ولم يسمع لهذه النصائح، وجمع الجيوش أيضا وأرسلها إلى مكة، وقتل ابن الزبير وهو لائذ بالحرم، عائذ بالحرم، قتله في الحرم. وهذا أخف مما صنعه يزيد بن معاوية بأهل المدينة، فأهل المدينة أهل المدينة ابتلوا ابتلاء أشد بكثير من ابتلاء أهل مكة. أهل مكة غاية ما حصل لهم أن قتل ابن الزبير وقتل الفريق الذي كان معه، لكن أهل المدينة نكل بهم. استبيحت المدينة 3 أيام يوم الحرة، قتل وسلب ونهب واعتداء على كل اعتداء على النساء، كل شيء ما تتصوره استبيحت من أهل الشام عياذا بالله، وهي مدينة رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الأنصار من أرادهم بسوء أذابه الله كما يذاب الملح في الماء، ما هي إلا ليالي ومات يزيد بن معاوية. تفضل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. نعم. قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن حماد عن أيوب الغالب، حماد بن زيد وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد هو ابن سيرين. نعم. عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ابن أبي بكرة وعبد الرحمن في الغالب. نعم. عن أبي بكرة يذكر بعضهم أن أبا بكرة اسمه نفيع بن الحارث، وهذا لا يثبت، بل أبو بكرة يقول أنا ممن لم يعرف أبوه، أنا ممن لم يعرف أبوه، وكان هو أخا لزياد بن أبيه لا يعرف أبوه أيضا، فكانوا يسمونه زياد ابن أبيه، زياد ابن أبيه أخو أبو بكرة لأمه، أخوان من الأم. فأبو بكر يقول أنا من لا يعرف أبوه، وأخي زياد من ثم يقال زياد ابن أبيه. فلما كانت الحروب الدامية بين علي ومعاوية، وكان زياد في الأول أميل إلى صفوف علي، فاستماله معاوية لأنه كان له شأن في الحروب، قوي في الحروب، وأطلق عليه زياد بن أبي سفيان وقال هذا أخي، قال هذا أخي، فسمي بعد زياد بن أبي سفيان. ففي هذه الحال ذكره أخوه، اتق الله يا زياد، النبي قال من ادعى لغير أبيه ويعلم فالجنة عليه حرام، الجنة عليه حرام. فأبى إلا قدما فيما هو فيه، فهجره أبو بكرة، هجره أبو بكرة ولم يكلمه، فكان يرسل إليه يحاول استمالته. ومن الطريف بس أذكر بشيء، أنه قال للرسول الذي أرسله لأخيه أبي بكرة للإصلاح، لأخي للأم، قل له ألم يعني حصل الكلام، أعين ابنك هذا قاضي، وابنك هذا عينته أميرا على بلدة كذا، وابنك هذا عينته. فأجاب أبو بكر بجواب سديد قال وهل صنعت إلا أن فتحت لهم أبوابا إلى جهنم، هل صنعت إلا أن فتحت لهم أبوابا إلى ولادي بهم وبهم، ساعدتهم على أن يفعلوا أفعالا تكون سببا في دخولهم النار. يعني انظر بس الإجابة الحكيمة، هل صنعت إلا أن فتحت لهم أبوابا إلى النار. نعم.
المهم تفضل. قال عن أبي بكرة، طبعا الشيعة يأخذون هذا على معاوية رضي الله عنه وبشدة، مش يأخذونه على معاوية بشدة هذا الذي حدث، فيقولون ويقول شاعرهم: ألا يا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أتكره أن يقال أبوك عفو وترضى أن يقال أبوك زاني؟ يعني إذا كنا احنا بنقول لك خلاص مش 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 أخوك، وأنت مصر إن أخوك من الحرام من أما، ولا تفضل. كلام طبعا الكلام يطول، ولمعاوية ردود ولهم ردود، هذا المختصر الذي ذكرته. تفضل. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر نعم ذكر النبي، هو انضبط بالوجهين، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب؟ وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين؟ نعم رضي الله عنه. في الشاهد من الحديث تبليغ العلم، تبليغ العلم. في طبع في الحديث بلا شك من فائدة، وهي التحذير من الخوض في الأعراض، والتحذير من الدماء المسلمة، والتحذير من أكل أموال الناس بالباطل. نعم. قال: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدث هذا يحتاج باب مستقل. نعم. نفع الله بكم. هل لأحد سؤال فيما سبق؟ ترخص القتال. قال: كما أن الرسول، واحد يأتي يقول كما أن الرسول حارب، أنا سأحارب مكة، فيقول إن أحد استدل بهذا يعني، فقولوا لا لا، الرسول أذن له ساعة من النهار، فلا تقيس على فعل الرسول لأنها خصوصية. نعم. وفي الختام أشكر الله عز وجل، ثم أشكر لكم جميعا، أشكر لشيخنا، وأسأل الله أن يمتعنا بالصحة والعافية، وأن يبارك لنا فيه رب العالمين، وأن ينفعنا بعلمه والمسلمين أجمعين، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك يا شيخ سيد.